مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مقطعنا لمربي الجاموس وكذلك لمربي الأبقار، علامات اقتراب الولادة بالأبقار والجاموس. طبعا إحنا ما ندعي الكمال لا في أنفسنا ولا باللي نقدمه من مادة بالفيديوهات، لكن منكم نتلقى تصويبات من خلال تعليقاتكم، فلا تعتبرونا شيء نهائي، أي إضافة إحنا نرحب بها. أما علامات اقتراب الولادة بالأبقار والجاموس نوعين، إذا كانت البقر والجاموس هسه مثل هاي بكرة إحنا نسميها، يعني بكر لأول مرة تلد، هذه علامتها تختلف عن علامة البقرة أو الجاموسة اللي والدة سابقا. هنا يبدي الضرع، ضرع البقرة، إذا ممكن مصورنا العزيز يتقرب على الضرع، على منطقة الضرع، يبدي الضرع بالبشرة يكبر بعد انتصاف الحمل، يعني انتصاف الحمل هو الحمل 9 أشهر وكم يوم، فبعد انتصاف الحمل يعني نقدر نقول بالشهر الخامس أو الشهر السادس تبدي علامات شوية يبدي يزداد حجم الضرع، يعني يبدي الضرع يتضخم قليلا شوية. العلامة الثانية طبعا لا حياء في العلم مشاهدين، العلامة الثانية هو تضخم الحياء عند البقرة أو الجاموسة، تضخم منطقة الحياء وتدليها عند البقرة أو الجاموسة. العلامة الثالثة هي كبر منطقة البطن، هذه أيضا من العلامات الدالة على قرب الولادة. أما الأبقار الكبيرة اللي والدة سابقا، فمنطقة الضرع ما تبدي تكبر إلا بالشهر التاسع، راح تشوفها تكبر، هذا بالنسبة للأبقار الكبيرة. أما العلامات الأخرى فهي علامات تتشابه بين البكر وبين الوالدة سابقا. أما إذا جينا نتحدث عن يوم الولادة، فشنو العلامات في يوم الولادة؟ في يوم الولادة الحيوان راح تلاحظ عليه عدم استقرار، تلقاه ما مستقر، هذه وحدة من العلامات الدالة على أنه يوم الولادة. أيضا من علامات يوم الولادة تشوف حالة ركود وقيام، يعني تشوف الهايشة تنام وتقوم، ما مستقرة، تنام شوية وتقوم، هذه أيضا يعني أنت من تصير هيك، يعني هذا يوم الولادة. في يوم الولادة أيضا راح تلاحظ هبوط منطقة البطن التضخم مالتها راح ينزل لي جوه، كذلك راح تشوف ارتفاع قاعدة الذيل، القاعدة يعني أساس الذيل راح تشوفه مرتفع، هذا يوم الولادة بالضبط. من علامات يوم الولادة الضرع تشوفه في أقصى تضخمه، هسه الآن شوفوا أكو جلدة يعني بعد ما متضخم، بيوم الولادة الضرع يصل إلى أقصى درجات تضخمه ولونه يميل إلى اللون الوردي، يميل لونه إلى اللون الوردي، هذه أيضا وحدة من العلامات. أيضا من العلامات الدالة على يوم الولادة هو نزول إفرازات من منطقة الحياء، من حياء البقرة نزول إفرازات. أيضا راح تلاحظ على بقرتك أو جاموستك تتبول بشكل، حشاكم أنتم، تتبول بشكل متقطع، مو بشكل نظامي، لا تتبول بشكل متقطع، أيضا هذه وحدة من علامات يوم الولادة. من علامات يوم الولادة إذا كان عندك يعني البقرة ضمن قطيع، راح تشوفها تنعزل عن القطيع بجانب لوحدها وتبحث عن مكان حتى تلد به،
هذه أيضا واحدة من العلامات الدالة على يوم الولادة. من علامات يوم الولادة فقدان البقرة أو الجاموسة، فقدانها للشهية للطعام وحتى الشهية للشراب. تاكل مو ما تاكل بس قليل. شوفها هاي واحدة من العلامات، يعني أعرف بأنه بقرتك اليوم تولد. أيضا من العلامات راح تشوف البقرة ترفس منطقة الخاصرة. ترفس يعني عادة تقوم تبقى ترفس منطقة الخاصرة بقها بهذا الشكل. هذه معناتها يوم الولادة، بس هسه مو يوم الولادة، هاي حشرات وجاي ترفس. أيضا من علامات يوم الولادة الخوار. الخوار يعني هذا الصياح مال الأبقار يسمونه الخوار. راح تشوف البقرة تبدي الصيح بشكل تقريبا مستمر، وصياحها مميز مو بالشكل الاعتيادي، فأعرف أنه هي بيوم الولادة. أولا نتمنى للجميع صحة وعافية، نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة، ونتمنى من الجميع إذا عجبهم المقطع يدعمونا بلايك، وإذا ما عجبهم المقطع فديسلايك. ومودعين برعاية الله وحفظه.